بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد تعمل شروحات الخرسانة. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، لأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل تكتب أبو سلمة لعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها، وأرجو من حضراتكم التعليق. ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنتجاوز ان شاء الله رضاكم، واشكركم لمتابعتنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم في اول جزء ان شاء الله، او اول حاجه بالنسبه للاختبارات اللي احنا هنعملها في التربه ان شاء الله. احنا ربنا ييسر الامور كده وادينا نخلص الاسمنت وخدنا نخلص الاجريت ونخلص اختبارات الميه واختبارات الاضافات، والنهارده ان شاء الله هنبدا في الاختبارات التربه. اي نعم، احنا بالنسبه للاختبارات اللي كانت خاصه بالاسمنت والديزاين والليكس والحاجات دي كلها، احنا عملنا الاختبارات اللي هي بتهم الراجل بتاع المعمل. في اختبارات طبعا كتير جدا، لكن احنا ركزنا على الاختبارات اللي هو الراجل بتاع المعمل يعرفها عشان يقدر يشتغل في اي معمل ربنا يكرمه، واي حد عايز يتعلم المجال بتاعه ده. النهارده هنتكلم على التربه. التربه مش هعمل فيها اختبار النهارده، هنتكلم ونقول ايه هي التربه، يعني ايه هي التربه دي، بحيث لما يجي الراجل بتاع المعمل حد يساله يعني ايه التربه دي. التربه طبعا احنا عارفينها كلنا، بس التربه دي هنتكلم من خلال المواصفه اللي هي 2187، ممكن برضه اللي وراها اللي هتتكلم عن الكلاسيفيكيشن بتاع التربه او التصنيف بتاع التربه. التربه دي بتخش معانا في كل حاجه، في كل حاجه في حياتنا بتخش فيها، يعني احنا بنستعملها في ان احنا ممكن نعمل عليها المنشآت، ان احنا نعمل عليها المنشأ، وان احنا برضه نعمل فيها المنشأ نفسه، يعني زي الانفاق مثلا ديت وتبقى جوه المنشأ، وان احنا نستعملها في يعني نعملها في عمل المنشأ نفسه، بنعملها في عمل المنشأ نفسه. التربه ديت لما اتكونت دي حاجه طبيعيه، الحاجه الوحيده اللي هي تعتبر متوفره في اي مكان او في اي دوله في العالم، موجوده فيها التربه دي. التربه بحكم ان هي متوفره بكثر يعني كتير جدا او بكثره كتيره جدا، الا ان الخواص بتاعتها معقده جدا. عشان كده ابتدى الاهتمام بحاجه اسمها بيقولوا عليها اللي هي ميكانيكا التربه، اللي هي ميكانيكا التربه او الاختبارات اللي هي بتتم على التربه. التربه دي اصلا هي عباره عن الطبقه اللي هي اللي بتبقى طبقه من الارض كده، بتبقى قشره من الارض بتكونت من الصخور والعوامل التعريه والبراكين والزلازل وحاجات دي. التربه ديت بنلاقيها احنا في اشكال معينه، يا اما صلبه يا اما غازيه يا اما سائله. علشان التربه ديت هي عشان معقده، هي الحاجه الوحيده اللي في المجال الهندسي او في الميكانيكا عامه في اي شيء اللي دخل فيها كل التخصصات، سواء كانت الهندسيه او النقل او الاختبارات الفيزيائيه او الاختبارات الكيميائيه او اي اختبارات ربنا خلقها موجوده في التربه دي. عشان كده لما بيجي اي واحد او اي شركه او اي مقاول هيعمل مشروع بيشوف اول حاجه التربه، هل التربه دي مناسبه ان هو يعمل عليها مشروع؟ دي اول حاجه، اول سؤال بيدور في ذهنه. تاني حاجه، هل التربه دي عندها القدره ان هي تشيل المنشا بالرسم او بالتصميم المعمول؟ الحاجه اللي بعد كده، هل المنشا ده فيما بعد او التربه دي اللي عليها المنشا ده هتتعرض لاي مشاكل بعدين؟ طيب دي حاجه. الحاجه اللي بعد كده، ايه هو افضل تصميم او افضل حاجه للمنشا بتبقى بتجربه اقتصاديه هتتم على التربه دي بظروفها اللي احنا شايفينها واتعمل الاختبارات. اللي لازم نعرفه كمان ان كل مشروع بيتعمل، اي مشروع في الدنيا بيتعمل له مواصفات معينه، يعني له كميه اختبارات او عدد من الاختبارات معينه، يعني مش كل الاختبارات اللي ربنا خلقها خاصه بالتربه او كل العلماء عملوها بالتربه هتتم على التربه دي اللي انت تعمل المنشا ده، لا، انت هتعمل عليها الاختبارات اللي هي خاصه بالمنشا ده بس. يعني لو الارصاد هيعمل مثلا مبنى سكني او هيعمل مثلا كوبري، هيعمل الاختبارات اللي هي مدى تاثيرها على الكوبري فيما بعد او مدى تاثيرها على المبنى فيما بعد. يبقى كل منشا له اختبارات. عشان كده قالوا اهم حاجه، اول حاجه تعمل في التربه هي التصنيف بتاعها او الكلاسيفيكيشن بتاعها. التصنيف بتاع التربه دوت بيبقى بيديني بيانات بتاكد هل العينه اتاخدت بطريقه صحيحه ولا لا.
لما اجي استخدم التربه هبص لحاجات معينه. في ناس يعني برضو اكبر مننا علما ما شاء الله بيشم ريحه التربه. في ناس بتمسك التربه بايديها وتقدر تحكم عليها. تقدر تحكم عليها. ده بيبقى بيسموه فحص بصري. لكن التربه برضو لما اجي هعجبها عندي كل حاجه هتبقى عندي اشكال معينه وحاجات كتير جدا. في منها هلاقي حاجه اسمها اللي هو الصخور الكبيره اللي بيقولوا عليها اللي هي البولدر، صخور كبيره جدا، ودي غالبا بتكون اكتر من 20 سم، يعني الحجم بتاعها بيكون اكتر من 20 سم. في بعد كده نوع تاني هو صخور بتبقى اقل منها، بتبقى اكتر من 6 سم، اكتر من 6 سم لغايه 20 سم، ودي الصخور بنقول عليها اللي هو الكابل، يعني اصغر حجما منها، يعني 6 سم ل 20 سم وهكذا. بعد كده في عندنا الظبط، يعني بعد الصخور الكبيره وبعد كده الصخور المتوسطه اللي هي من 6 سم ل 20 سم، في بعد كده اللي هو الزلط. الزلط هنلاقي منه ثلاث انواع، هنلاقي منه الزلط الخشن والزلط المتوسط والزلط الناعم. بعد كده الزلط هنلاقي بعد كده في الرمل، هنلاقي الرمل برضه انواع، في رمل خشن وفي رمل متوسط وفي رمل ناعم. بعد الرمل هنلاقي في الطم، ناخد بالنا من الطم اللي بنقول عليه السلك، وده هنلاقي منه برضه في متوسط وفي خشن وفي متوسط وفي ناعم. بعد الطم في عندنا اللي هو الكلي او الطين. الطين ده يعتبر انعم حاجه، وده يعتبر هو غالبا اللي بيمر بمنقل بوينت او او 2 ملي، او اللي هو يعتبر يعني ده مش هيجي المناخ، ده غالبا احنا هنجيبه عن طريق اختبار الهدومه لما نعمله بعد كده. طيب لما يجي واحد مثلا التربه في المعمل وعايز يفرق التربه من بعضها، لو شاف الصخور او شاف صخور، لو شاف الرمل او قعد عليه رمل، لو شاف الزلط او قعد عليه زلط، لكن لو يجي بقى يفرق ما بين السلت والكلي، او بمعنى اصح ما بين الطين والطمر. الطين والطمر. هو ده اختبار غالبا بيتم في المواقع، بيجي الراجل بتاع المعمل بياخد حته طينه بتكون طبعا مشبعه فيها الميه بتاعتها، وبيكور جزء معين كده عامل زي الكوره ويحطه على ايده ويبتدي يهز ايده بالشكل ده، وبعدين ايه؟ لما يجي يهز يقعد يهز لغايه ما يحصل فيها لمعه. يحصل فيها لمعه، تحس ان الميه لما تكون حصل لها نطح من بره كدوت، او الميه بردت من حبايه الطين، وبعدين يمسكها بصبعه كدوت ويضغط عليها. اذا اللمعه ديت اختفت، اللمعه اللي هي بتاعت الميه دي اختفت، ده بياكد ان ديت فعلا طين. اذا حصل العكس يبقى ديت سلك، او ان هي بيقول عليها طين. ده برضه حاجه بسيطه من اللي بتتم جوه الموقع ولا حاجه. كمان في التربه اللي بيقول عليها التربه المتماسكه. تربه يعني متماسكه، يعني متماسكه ان انا ممكن اشكلها، بتكون محتفظه بكميه الميه بتاعتها وهي لدنه. كل ما الميه تقل فيها يزيد التماسك بتاعها. كل ما الميه تقل من العينه ديت او من التربه ديت او الخامه ديت بيزيد التماسك بتاعها. في كمان التربه الغير متماسكه، هي عكس المتماسكه، وديت ما تعرفش تشكلها مهما تديها ميه، برضه ما تنفعش تشكلها وتفرول معاك. دي كده كانت اعتبرها انا او نعتبرها لكم دي كانت مقدمه عن التربه وانواعها وازاي اصنفها قبل ما اخش في الاختبار بتاعتها. وبكده اتمنى ان انا اكون وفقت، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات خاصه مع التربه، واتمنى ان اكون وفقت، وارجو منكم التعليق، ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.